لاعب النور. مرحلة الجميع، جولة أخرى على أقدامكم. ألا تريد أن تصبح لاعبا ممتازا؟ لا أريد أن أكون لاعب احتياط. هيا. لاعب احتياط. استطيع المحاولة. ربما لست جيدا بما يكفي. رامي، من هناك؟ أنت زرزور؟ تتدرب وحدك؟ نعم، لكي أحسن الركلة بقدمي اليسرى أيضا. بقدمك اليسرى؟ أجيت للتدرب هنا؟ نعم. لماذا لا أتدرب معك إذن؟ الحق الكرة يا زرزور. حاضر. هيا ارميها عندي. خذ. أحسنت، ركلة أخرى. خذ. أحسنت، استمر يا زرزور. لا تخف من الأشجار واركض إلى الأمام بشجاعة، هذا سهل زرزور. هيا لا تقلق. رامي، هل أنت بخير يا رامي؟ إنها قوية. غير مؤلمة، غير مؤلمة. انتهى الوقت. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. جاءوا. ماذا عن الآخرين؟ إنهم نائمون. إذن لنبدأ. بهاء سيكون حارس المرمى، أنا ورضا سنهاجم مرمى الخصم، مفهوم؟ ونحن؟ أترون سنلعب ثلاثة ضد ثلاثة؟ ستكونان الحكمين. حسنا. سيكون زرزور عبئا عليكم يا رامي، هل تريد اللعب معه؟ لا تضحك على زرزور، لقد تدرب كثيرا وسترى الآن. سنلقي قطعة النقود لنقرر أي جانب سيلعب الكرة أولا، نختار النقش. الكرة معنا، لنبدأ. هيا. هيا.
إعاقة اللاعب. انطلق يا زرزور. حاضر. تبا لك يا رامي. مد عينا على زرزور. خذ الكرة يا هاني. ركلة جيدة، لكن ليكن تهديفك الجانبي أفضل. نعم كابتن. رامي مررها إلى زرزور مباشرة. يجب أن أوقفها. سأريك يا رامي، سأريك. هاني اركض يا هاني، سنسجل هدفا. فقدت الكرة ويجب أن أوقفها. ابتعد عن طريقي يا زرزور. هاني أتحرك جانبا وإلا أصابت الكرة وجهك. أي ابتعد. لا أرى المرمى. زرزور ضخم جدا. أنا حجاني بل هيا هيا يا زرزور، الكرة ستصيبك. هيا حاول وتترى حاول. هيا سعيد. رامي خذ يا رامي. أنت شجاع، أنت شجاع. زرزور يبدو أن التمرين الصباحي ممتع أكثر مما ظننت. سأنضم إليهم. هذه الرمية رائعة. كرة قادمة من هنا يا زرزور. خذ يا رامي. انظروا، فريق الكمال يتدرب باكرا. إنهم متحمسون جدا لهذه المباراة. الكرة سوف أمسكها. ضربة رأسية. أين الكرة؟ هناك. لدينا لاعب احتياط واحد، إذا تعب ستأخذ مكانه. ما رأيك؟ أتوافقون على التمارين المبكرة؟ كيف لي أن أعترض يا زرزور؟ هل أنت أحمق؟ تحسن لاعب فريق الكمال جيدا. أتشوق لرؤية المباراة بين فريقي الكمال والنمور.